قد نختلف في تقييم المقاربات السياسية، قد نختلف في تقييم أداء المؤسسات الرسمية في مجالات إدارة الشأن العام، قد نختلف في المقاربات الاقتصادية، ونختلف في المقاربات الاجتماعية، ونختلف في السياسات العمومية التي تطبق في الجزائر، لكنه لا ينبغي علينا أن نختلف في أمن هذا الوطن وفي وحدة هذا الوطن وفي تحقيق الأمن الدائم والاستقرار الدائم لهذا الوطن، لأن تشتت الوطن هو من يسهل على المتربصين به والحاقدين عليه والمتآمرين عليه تحقيق أهدافهم ومبتغياتهم، ولعله من بين الأهداف والمبتغيات هو إضعاف موقفنا تجاه قضيتنا المركزية فلسطين.